السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي تساؤل، أعتقد تساؤل بنوع من الجدة والغراوة، وأتمنى أن يحظى بالنقاش والجدال، حتى لو كان الجدال الذي ينتقد الفكرة وينسفها من أساسها، لأنني أعشق هذا النوع من التفكير الذي يطرح حلول وآراء جديدة، ولكن في الوقت نفسه أتمنى أن يتم النظر لهذه الأفكار بطريقة نقدية صارمة قدر المستطاع، وأن حتى أتمكن من مراجعته أو تطويره إن كانت هنالك نوع من أنواع الحقيقة أو الشيء الجديد الذي يتم الكشف عنه، إن كان هنالك ما يتم الكشف عنه أصلا. المهم، أنا تساؤلي الأساسي هو: هل هنالك إله نعبده حقا؟ وهل إن هذا الإله هو إله حقا الذي نعبده، سواء كنا مسلمين أو من أي دين كان، مسيحي أو هل إن هذا الإله الذي نعبده، كيف نتأكد بأن هذا الإله هو الإله الذي نحن نعبده حقا؟ أي أنك عندما تقول أنا أدعو أو أذهب إلى جهة محددة، فأنا أذهب إلى مكان معلوم، وعندما أصل وأعرف الشخص الذي أنا أتيت له، فهذا الشخص بالضرورة أعرفه، فكيف لي أن أتعرف على هذا الإله الذي أنا أعبده أو أعنى به أو أهتم به؟ القضية هنا أنه السؤال الآن مو إثبات وجود الله من عدم وجود الله، هاي مسألة ما يعني بحثت ولم يصل أحد فيها إلى نتيجة. طبعا لا أشير إلى المدعين أو الذين يضربون الأدلة، والقضية محسومة، يعني ما لا يوجد أي دليل على وجود إله أو عدم وجود إله الحالتين. لكن هل هذا الإله، السؤال، هل هذا الإله الذي يعبده هو إلهي حقا أو هو إله فعلا؟ هذا سؤال مختلف. السؤال مثلا بالدرجة الأولى نقول ممكن نراجع الموضوع. السؤال هو: بماذا احنا مؤمنين بأديان معينة؟ كل واحد من عندنا مؤمن بدين، والدين اللي بذهنه، طبعا الدين بذهنه دائما ما يطلع هو نفس الدين اللي بالضبط هو اللي يعني اللي تعلمنا عليه، لأنه هو إنسان، كل إنسان عنده خصوصيته وعنده فرادته وعنده طريقته بالفهم والتحليل حتى العبادة أو الإيمان. بالدرجة الأولى، بماذا تطالبنا أغلب الأديان؟ هل تطالبنا بعبادة إله أو مجموعة آلهة؟ وأن علينا التأمل ما شاء لنا الوقت في الأمر، ثم نقرر بعدها أي إيمان نختار وبحرية كاملة أم بالعكس؟ الجواب مباشرة وبوضوح: كلا، الأديان لا تخيرنا في اختيار الإله الذي نشاء. الأديان الشمولية يعني نوع من الأديان، يعني الآن الأديان الشمولية، هذه الأديان لا تخيرنا في هذا الاتجاه. يعني القضية كما أعتقد لا تتعلق بالإيمان بالله أو الإله، فإنما الإيمان بإيمان المبشرين بهذا الإله. هنا الفرق الكبير، نحن لا نعبد إلها ما، إنما نعبد أو نؤمن بإله بشرنا به المبشرين بهذا الإله، أي أننا بأن ما بيننا وبين هذا الإله هذا المبشر، سواء رسول محمد مثلا أو مسيح أو عيسى، مسيح عيسى أو موسى اليهودية، وأيضا بوذا عندما تحول إلى ديانة. هكذا يصبح الأمر سلطة والسياسة، ولا يصحنا بحثين وصف أي دين يفعل هذا بعد ذلك بأنه دين، إنما حركة سياسية. نلاحظ مدى الترابط بالنصوص الدينية بين مبتكري الأديان الإبراهيمية وبين إلههم. فماذا نجد؟ فهم ويكادان يكونان يعني شيئا واحدا، يعني مبتكر الدين الإبراهيمي والدين الذي خرج عنه يكادان يكونان شيئا واحدا.
حتى أن رضا وطاعة أحدهما لا تكتمل إلا بطاعة الآخر. يعني أنت لا يمكن أن تطيع محمد ولا تطيع الله ولا تطيع محمد، ما ممكن، ما يصير يعني. وهكذا هكذا نرى موسى يتحدث معه وعن إلهه، وهكذا كان يذكر المسيح أبيه، وهكذا كرر عشرات المرات الرسول محمد دعوة المؤمنين لطاعة الله ورسوله، وأن ما يؤذيه يؤذي الله الذي يصلي عليه بدوره. هسه راح يقولوا لي إنه كلمة صلاة لا تعني صلاة الله، الموضوع هذا يعني بجدل يعني غير مقنع النتيجة. المهم احنا نشوف الرسول محمد يكرر دعوة المؤمنين الى طاعة الله ورسوله، دائما تأتي سواسية، طاعة الله هي من طاعة رسوله وطاعة رسوله هي من طاعة الله. نكتشف عندها لا وجود لإله حقيقي مناظر لوجود الرسول او النبي او الرابي عند اليهود او البابا او الكاهن الاكبر او رجل الدين ايا كانت تسميته. الله عمليا في اي دين غير موجود. اما وجودنا يعني اما وجوديا وانطولوجيا فهو غير موجود اصلا، يعني موضوع اخر، موضوع فلسفي، لا موضوع فلسفي وانطولوجي، لكن هو عمليا داخل الدين نفسه الله غير موجود. الامر ميزه المسيحيه وين؟ ميزه المسيحيه بانها قالت الامر مباشره دون لف ودوران، بان المسيح هو الله وانهت القضيه، يعني صار المساله واضحه انه هو المسيح هو الله، والاب يعني الطبيعه الواحده هي كلها ان الله مباشره، البقيه لا ما قالوا هذا الشيء. الله عمليا اذا غير موجود، ولا حاجه كما ادعي بان دول اشاق الالحاد يعني الناس يصرفون وقتهم حتى يثبتون عدم وجود الله، يعني هو اصلا هو الدين نفسه ينفي، يعني الدين هو نفسه ملحد. هو الدين، وحتى عندما نرجع للحقيقه نجد انه الاديان التوحيد عندما ظهرت كانوا الوثنيين يتهمونهم بالالحاد، شوف المفارقه، ان الوثنيين اللي بدون اديان وثنيه او اصحاب اتباع الديانات الوثنيه كانوا هم يتهمون الموحدين بالالحاد، وهذه يعني فكره ممكن تسعفنا فهم كثير من التعقيدات القديمه. الله عمليا كما قلت غير موجود، ولا حاجه لان يصرف اشاق الالحاد وقتهم في اثبات ذلك، لأن الملحدين الحقيقيين هم كبار رجال الدين أنفسهم، وهم أحرار تماما في مراجعة دينهم وإجراء أي تعديلات جوهرية عليه وفي أي لحظة، ولا يخشون في ذلك ربهم إنما كبار أتباعهم. المفارقة الآن هم لا يخشون من الله، يخشون من أتباعهم، لأنهم ثقفوهم وعلموهم على شيء وتورطوا، لا هم قادرين يتراجعون عن الشيء اللي وعدوا به بسهولة، ولا هم ملتزمين بتعاليم ربهم، فهم يعني خلقوا الشيء وابتلوا به وابتلى الناس به. هذا التغيير راح يؤدي الى يعني اي تغيير كما قلت راح يؤدي الى ضرب مصالحهم وتقليل رصيدهم الروحي على الاقل. وهي مساله راح نلاحظها عندما نشوف انه كثير من التقاليد وخاصه عند الشيعه مثلا تلقى انه مظاهر اللطم والتطبير والعمليات هاي البشعة اللي يمارسوها هذه هم كثير من رجال الدين هم نفسهم يرفضوها، مو لأنها هي مزينة أو حرام أو لا، لأنه يعني يعتبروها تضر بسمعتهم، لأنه كثير من أتباع الفرق والديانات الأخرى تتهمهم يقولون دياناتكم متخلفة، فهم محرجين، لا هم قادرين يتخلصون من هذه القضية اللي يعتبروها يعني تشوه سمعة دينهم، يعني مسألة سمعة، ولا هم قادرين يقنعون أتباعهم بأن يتخلصون من هذه المشكلة. فنشاهد أنه بعضهم حتى تم اغتيالهم لأنه رفضوا هذا الشيء، ما ذكر اسم واحد من مراجع الشيعة. الأمر نفسه مع المذهب السني والمسيحيين، وكثير أكو شواهد كثيرة اللي من يبحث عن هذه الشواهد والمشكلة، العلاقة صعبة بين رجل الدين بين دينه وبين أتباعه، يعني هذا المعادلة الصعبة، لأنه هو يثقف الناس على شيء وهو أيضا عنده منافسين، فمسألة مربكة لهم، لكنهم يحطون حاجز
يعني القداسة عليهم، وهذا يعني حاجز القداسة دائما ينقذهم ويخلصهم من كثير من يعني المواقف المحرجة. لا حاجة للقول إذن أن جميع رجال الدين كبار حريصون على رفع رصيدهم الروحي الإلهي ولو على حساب رصيدهم المادي الأرضي. ولكن هذا الطرح ماذا يثبت؟ يثبت أن لا وجود لإله حقيقي في الدين، حتى لو افترضنا وجود إله مفارق عنه، يعني حتى لو افترضنا أكو إله فعلا كما يعني براهين وجود إله، لو كان إله موجود فعلا خارج الدين نفسه، فإله الدين نفسه غير موجود داخل الدين. بمعنى أن إله الدين وجد تحديدا أولا لكي يعمل داخل منظومة دينه الخاص، أما خارج هذا الدين فلا وجود له، يعني هو ما يشتغل برا الدين. عندما تجد إله الإسلام لا يعمل خارج منطقة الإسلام، من خارج منطقة الإسلام هي منطقة مرفوضة مكفرة تستحق الحرب. فاحنا مبدئيا نجد اكو حد، نرجع لنظريه التثبيت اللي انا طرحتها بالحلقات السابقه، انه احنا الدين ينتج ياسس مكان مأوى ذهني، مأوى حقيقي، مأوى مكاني زماني، اي شيء. المهم هو يؤمن بشيء، يؤمن بشيء ثابت. هذا الشيء هو اللي ينطلق مثلا من لحظة التثبيت ينخلق عالم آخر، عالم مضاد، عالم مختلف. أنت تأسس شيء، امتلكت هوية، امتلكت مكان، امتلكت خصوصية، امتلكت ذات، امتلكت ايدنتيتي، يعني سميها أي شيء، صرت مؤمن. فالمؤمن يؤمن بشيء، شيء ذهني أو شيء حقيقي، يعني مكان. أكو إنسان يؤمن بعمله، أكو إنسان يؤمن بأنه هو يعني خلق لكي يكون مثلا لاعب كرة قدم، هي حياته كلها. واحد خلق أن يكون يعني يحب النجارة، وهذا على الصعيد العملي. بس على الصعيد الذهني العقائدي الفكري أو الروحي بالتسمية الدينية، هذا المسألة يعني أساسية لكل إنسان. لحظة التثبيت هي لحظة الفصل، لحظة انفصال الإنسان عن واقع الوجود والعالم. لحظة، هاي اللحظة يحدث العالم بأكمله يتحول إلى جزء، عندما يعني وينخلق صراع بين الطرفين. إله الدين، إله أي دين، هو إله محدود السلطة، محدود السلطة، وبدليل أنه يحارب المنطقة الأخرى اللي خلقها هذا. يعني هو عندما ثبتت مكان واعتبرت هذا مكان إله، أنا مؤمن بهذا الإله، وهاي منطقتي، منطقة الإله مالتي. فأنا بهذه اللحظة، هو يفترض قالك له هو إله العالم كله، طبعاً هو إله العالم كله، العالم كله مالتك اللي أنت أسسته. بينما المناطق الأخرى هي مناطق في طور الاستكشاف، وفي طور يعني تنتظر الانضمام إلى حظيرة الدين الذي أنا أسسته. الآخر بهذا المعنى آخر مرفوض، ومرفوض من قبلي شخصيا كمؤمن بدين معين أو من قبل إلهي. فبالحالتين هذا الإله هو إله محلي، لا يوجد إله إله شامل. الأديان يعني معظم النسبة العظمى من الأديان لا يوجد إله شامل، وإنما إله محلي. وأكو تسمية ذكرتها سلي إيمانويل كان يقول ماكو دين واحد بالبشرية، دين هو هذا دين واحد، والبقية كل الأديان الأخرى هي أديان محلية. يعني ما أتذكر بالضبط العبارة القارئة، يعني من سنوات طويلة من قرأت هذا الشيء، بس هو شيء من هذا القبيل. معنى أن الإله الدين وجد تحديدا أولا لكي يعمل داخل منظومة دينه الخاص، أما خارج هذا الدين فلا وجود له. وثانيا أن افتراض عمل هذا الإله غير حقيقي بدوره، فإن من يعمل حقا هو نبي هذا الإله زمن ظهوره وحياته، أما فيما بعد وفاته فسيحل محله أحد خلفائه أو عشرات منهم، كل لديه مدرسته أو ربما مذهبه الخاص المنفصل.
هؤلاء، وربما أيضا واحد منهم يبتكر دين جديد كما حدث مع البهائية والبابية بالنسبة للإسلام، حتى السيخية أيضا يعني مشتقة من الإسلام. هؤلاء الذين أخلفوا أو يعني أصبحوا خلفاء للرجل النبي الأول، هؤلاء سيقدمون بدورهم إلها مختلفا مقابلا بالضبط لعددهم. من هنا ماذا سنكتشف؟ نكتشف أن إله موسى يختلف عن إله إشعياء الثاني أو حزقيال أو إله كبير اليهود حاليا. ثانيا، أن صورة الإله لدين معين هي صورة تجميعية لمجموعة من الصور التي التقطها كبار شخصيات هذا الدين، وهي صورة غير حقيقية بدورها، ووجدت سواء مع ذهن في ذهن الباحثين أو العابدين كحل وسط يغني عن الجدل العقيم في توظيف صورة الكاهن على صورة كاهن سين على صورة كاهن صاد أو النبي عين وهكذا. ثالثا، أن إله مذاهب أي دين لا تشبه إلى حد بعيد المذاهب الأخرى داخل الدين نفسه، بل وحتى المذاهب المشتقة من المذهب نفسه، أي أن إله الشيعة الإمامية يختلف عن إله السنة مثل ما يختلف بدوره عن إله الإسماعيلية أو الزيدية. صحيح أكو فروقات مو كبيرة، لكن الفروقات واضحة. يتضح لنا هكذا أن لا وجود لإله حقيقي ليس خارج الدين، إنما داخل الدين أيضا ولو على مستوى الافتراض، وأن وجوده سواء في ذهن نبي الدين ورجاله أو أتباعه شكلي، وبمعنى أدق لفظي، وخاصة لدى الأديان الإبراهيمية. الخلاصة أن الدين يطالبك بأن لا تؤمن بإله الدين، إنما بحامل لواء الدين، وأن هذا هو تحديدا الموجود، وكل ما عداه باطل ويجب سحقه. وهذا بالضبط ما يطالبنا به أي حاكم أو سلطان: الطاعة الطاعة ثم الطاعة العدل. نجد أنه فكرة وين نروح نوصل لقضية ثانية جبتها اليوم، أن الكافرين أن الكافر هنا هو المؤمن وأن المؤمن هو الكافر. كيف؟ كلمة كافر لغويا ما هي مصدر كلمة كافر؟ كافر هو الذي يغطي الشيء أو الذي يحجب الحقيقة. بعدما اتهم محمد زمن البعث الآخرين بأنهم كفار، هذا معنى أنهم يعرفون بوجود الإله ويعرفون بوجوده وأنه نبي، لكنهم يكتمون الحقيقة. الآن من الذي يكتم الحقيقة؟ من الذي يكتم الحقيقة؟ هو المؤمنين الآن، وكلهم يخافون من كشف الحقيقة، بل يرتجفون خوفا، بل لا يطيقون سماع شخص مثلي يتحدث بهذه اللغة. وهذا الرفض هو بحد ذاته دليل على أنهم كفر. الكفر بمعنى اللغوي والمعنى يعني الدال والمدلول، يعني المعنى الاصطلاحي مالته اختلف عن المعنى اللغوي أو مفهوم اللغوي له. هذا الشيء لابد أن نلاحظه، وهو واحدة من تعليمات رجال الدين، أنه أنتم لا تستمعون للآخرين. المعنى ما يقول لك رجل الدين لا تستمع الآخرين معناها يدعوك لأن تكفر. معنى دقيق الكلمة أن تكفر، تكفر بوجود آخرين، لكن الحقيقة موجودة، أكو آخرين وأكو ناس عندهم آراء مختلفة ملاحظات مختلفة. ليش تكفر؟ يعني ليش تكفر بالمعنى اللغوي، معنى الكلمة اللغوي، ليش تكفر؟ تكفر بهم، وهم يقولون أحيانا حتى على صعيد يعني على صعيد يعني مثل الطرافة أو يقولون يعني نكفر بأي دين غير ديننا. يعني هو هذا يدل على صحة الكلام اللي أتحدث به. إذا أصبح المتدين المؤمن هو الكافر بالواقع والحقيقة، هو الكافر الذي ينفي وجود الحقائق، هو الذي لا يقر بوجوب عدم وجود إله وعدم وجود أدلة، هو الذي يؤمن وجود إله لكن كل الدلائل تشير إلى عدم وجوده، يعني أو وجود يعني أو على الأقل هنالك شكوك في الموضوع ولا يقين. إذن هؤلاء
كفر على الصعيد الدين مالهم يعني نفسه. فإذا الدين أصبح أداة للتكفير، يعني هو مو ملحدين، الملحد ينفي وجود الإله، لكن هؤلاء يدعون وجود إله، يعني بالمقلوب هؤلاء ينفون وجود إله، يقول لا ما مو شرط. بعض الحاد أيضا طرق وتاريخ حافل بكثير من التفاصيل، لكن هؤلاء يقولون لا، الأغلبية أو الجزء من نوع من الوحي لا أدرية، يقولون ما نعرف، وكبعض يقولون أنه لا غير موجود، ويقدمون براهين مثل دوكنز وهيتشنز وبعد أسماء كثيرة منهم، هذول كبار الملحدين، عندي اعتراضات كثيرة على أقوالهم طبعا، لكن لها حلقة منفصلة. المهم هؤلاء ينفرون وجود إله، أنا أعني الملحدين المتطرفين، لكن المؤمنين أيضا يرفضون وجود حقيقة إلهية، يرفضون الكشف عن وجود مشكلة، يرفضون الاعتراف بأن هذا الإله الذي يعبدونه هو إله محلي خاص بهم، هم ابتكروه وهو نفسه قريب الشبه أو شكل من أشكال النبي أو القائد أو الرمز الديني الذي يعتنقونه. وحدث هذا أيضا بشكل واضح مع المسيح، كما قلت أن المسيح حسم الموضوع وكشف القضية بأكملها، وقال أنه هو وقال هو المسيح هو الإله وانتهى الموضوع، يعني هو حلت به يعني الطبيعتين هو نفسه. وأيضا بعد ذلك يعني الإنسان هو يعني طبعه هكذا يفكر، أنه يعتبر هذا النبي هو نموذجه. وأيضا عند البوذية صارت نفس المشكلة، يعني هو بوذا نفسه رفض وجود إله، قال قضية هاي لا تناقشون بها، يعني ما احتاجوا بس بقى هذا. بعد ذلك طلعوا الناس قالوا لا هو الإله، وصنعوا دين خاص من عندهم، أصبح بوذا هو رمز الإله نفسه، هو الإله نفسه. فنلاحظ أنه معظم الأديان هي لا تلحد بوجود إله، هي ملحدة أصلاً وتنكر وجود إله شامل، إنما تعترف بوجود إله خاص بها هو شبيه إلى حد بعيد جداً بنبيهم أو رسولهم أو قائدهم. أتمنى أن أسمع رأيكم بهذا الكلام وملاحظاتكم. شكراً جزيلاً.